بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف العاشر، أهلا بكم في مراجعة جديدة من مراجعات مادة الأحياء لاختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني. النهاردة موعدنا مع مراجعة الجزء الرابع والأخير للمقرر في منتصف الفصل الدراسي الثاني. مراجعة إن شاء الله من أداة قسم الأحياء. لكن ناخد مع بعضنا ما يعرف باسم التكاثر الجنسي. سبب كده عرضنا نفس الامج دي بالصورة دي لما بدأنا نتكلم على الانقسام الميوزي، وعرفت ان عندنا تكوين الامشاج اللي هي الجاميتات المذكرة زي الحيوان المنوي في الذكر، والجاميتات او الامشاج المؤنثة زي البيضة في الانثى، وبيحصل ما بينهم عملية اندماج. والاندماج ده احنا بنسميه بعملية الإخصاب أو fertilization. هتكون النتيجة عندنا تكوين ما يعرف باسم البويضة المخصبة أو الزيجوت، وده بيكون في المادة الوراثية بالكامل توان. ثم يحصل الزيجوت سلسلة من القسمات لغاية ما تبتدي تديني الجنين. هنبتدي مع بعضنا ندرس طرق التكاثر في الكائنات الحية. هنلاقي في عندنا عدة طرق. أول طريقة في تكاثر لا جنسي asexual reproduction، ودوت بيحتاج إلى فرد أبوي واحد فقط، وبتكون الخلية دي أو الفرد الأبوي واحد دوت قادر على الانقسام أو الانشطار الثنائي عشان يكون خلية تشبه الخلية الأصلية بالظبط. ده بيكون أو بيحدث في مجموعة من الكائنات الحية البسيطة زي البكتيريا وبعض أنواع من الفطريات والنباتات. ثم النوع الثاني من التكاثر هو التكاثر الجنسي sexual reproduction، وده بيحدث في الكائنات الأرقى والمعقدة من حيث التركيب، وده بيحتاج إلى فردين أبويين أحدهما ذكر والآخر أنثى. دور الذكر في التكاثر الجنسي هو إنتاج الأمشاج المسكرة، ودور الأنثى هو إنتاج الأمشاج المؤنثة. وبعد كده بيندمج المشيج المذكر مع المشيج المؤنث عشان يكون ما يعرف باسم الخلية الجنينية أو البيضة المخصبة الزيجوت. الإخصاب fertilization هي عملية اندماج الحيوان المنوي مع نواة البويضة، نواة الحيوان المنوي مع نواة البويضة، وتتكون خلية ثنائية المجموعة الكروموسومية اللي هي 2N، وتعرف خلية الناتجة دي باسم زيجوت. ما هي أهمية التكاثر الجنسي؟ واحد، يسمح بتمرير المادة الوراثية من جيل إلى آخر. اثنين، خلط المادة الوراثية للأب والأم مما يؤدي إلى التنوع والتباين الوراثي. ثلاثة، حصول الأفراد الجديدة على صفات وراثية جديدة تجعلها أكثر قدرة على مواجهة الظروف البيئية. نعرف مع بعضنا التركيب بتاع الحيوان المنوي sperm أو male gametes. في الصورة اللي قدامنا الحيوان المنوي يتكون عندنا من أجزاء رئيسية. الجزء الأولاني هي منطقة الرأس. منطقة الرأس تحتوي على نواة، والنواة دي بيكون فيها نص المادة الوراثية. وتغطى الرأس من الأمام بما يعرف باسم الجسم القمي، وده وظيفته إفراز مجموعة من الإنزيمات تعمل على إذابة الغلاف المحيط بالبويضة. ثم عندنا منطقة تعرف باسم القطعة الوسطى، ودي بتحتوي على الميتوكوندريا والعديد من الميتوكوندريا اللي بتمد الحيوان المنوي ده بالطاقة عشان يقدر يتحرك. ثم عندنا منطقة الذيل، والذيل دوت بيساعد الحيوان المنوي في عملية الحركة داخل ما يعرف باسم السائل المنوي. يبقى ده كده تركيب الحيوان المنوي، وهنعرف المواصفات بتاعته. هننتقل مع بعضينا إلى مقارنة بسيطة بين الحيوان المنوي والبويضة. طبعا البويضة الشكل بتاعها بيكون كروي، حجمها إلى حد ما أكبر شوية، فتعالى نشوف المقارنة ما بينهم. أول نقطة في المقارنة مكان الإنتاج.
تنتج الحيوانات المنوية داخل الأنابيب المنوية في الخصية، بينما تنتج البويضات داخل المبيض. عدد الكروموسومات اللي بيحتويها الحيوان المنوي يحتوي على نصف العدد الكروموسومي، يعني N كروموسوم. كذلك البويضة بتحتوي على نصف العدد الكروموسومي، N كروموسوم. الحركة، الحيوان المنوي موفيبل، متحرك، يقدر يتحرك وبيساعده في عملية الحركة، وجود الديل. أما البويضة فهي ثابتة أو غير متحركة. بالنسبة للحجم، الحيوان المنوي حجمه صغير جدا جدا جدا، فيري تايني، لا يرى بالعين المجردة. البويضة حجمها أكبر نسبيا بالمقارنة بالحيوان المنوي. العدد، أعداد الحيوانات المنوية كثيرة جدا، تقدر بالملايين. أما البويضة فعددها بيكون قليل جدا جدا جدا، تقدر تقريبا ببويضة واحدة خلال الشهر. شكل الحيوان المنوي بيكون خطي وخيطي، بينما شكل البويضة بيكون كروي. ننتقل مع بعض لنقطة أخرى. في عندنا جزء آخر يعرف باسم التباين المستمر والتباين الغير مستمر. لو أخذنا مع بعضنا وتطرقنا لمجموعة أمثلة للتباين المستمر، التباين المستمر بيتكلم على مجموعة من الصفات الوراثية، والصفات دي بيكون لها مدى واسع من الاختلاف بين أفراد النوع الواحد، زي الطول في الإنسان، لون البشرة في الإنسان، حجم القدم في الإنسان، لون العين في الإنسان. أي صفة من الأربع صفات دول في مدى كبير جدا للصفة ما بين أفراد النوع الواحد. يعني هنلاقي الإنسان صفة الطول فيه مختلفة، وقد يختلف الطول من شخص لآخر بملي أو بسنتي، وبالتالي احنا ما عندناش صفات محددة للطول. ونفس الكلام بالنسبة للون البشرة، فلون البشرة عندنا فيها تدرجات كتيرة تتراوح ما بين اللون الأبيض الفاتح إلى اللون الأسود الداكن، وما بينهما في درجات كتيرة، وبالتالي في تعدد رهيب للصفة، فعشان كده ولا اسمها صفة تميز التباين المستمر. نفس الكلام لحجم القدم، ونفس الكلام للون العين في الإنسان. في تباين تاني بيقول عليه اسمه تباين غير مستمر. لو أخدنا له مثال، والتباين المستمر معناها ان الصفه الوراثيه بتبقى محكومه باختيارات محدده، زي مثلا فصائل الدم، شكل البصور، شكل شحمه الاذن في الانسان، القدره على تنين الانسان. هنلاحظ الصفات اللي قدامنا دي هي محدده باختيارات واضحه، مثل فصائل الدم، احنا عندنا اربع فصائل دم، وبالتالي انت محدد بفصيله من الاربعه، يا اي يا بي يا اي بي يا او. شكل البذور محدد بشكلين، يا اما الشكل الاملس او الشكل المجعد. طب شكل شحمه الاذن في الانسان، يا اما تكون اذن، شحمه الاذن بتاعتك تكون سائبه، يا اما تكون ملتحمه، فما عندكش غير احتمالين. القدره على تنيي لسان برضه هم احتمالين، يا اما تكون قادر على تنيي لسان، يا اما تكون غير قادر على تنيي لسان. وده بقول عليه التباين غير مستمر، لان انت ما عندكش اختيارات، يا صفتك تبقى دي يا صفتك تبقى دي. ده بالنسبة للتباين المستمر والتباين غير المستمر. لو بدأنا مع بعضينا ناخد شوية أسئلة نراجع بيها الجزء اللي احنا عرضناه خاص بالتكاثر الجنسي والتباين. نبتدي نستعرض مجموعة من الأسئلة الهامة. السؤال الأولاني، حيوان منوي بالإنسان يندمج مع بويضة أنثى الإنسان، فتعال نجاوب على الأسئلة المطلوبة. حيوان منوي هيندمج مع بويضة والاتنين في جسم الإنسان، ما اسم عملية اندماج الحيوان المنوي مع البويضة؟ عملية الإخصاب أو فيرتلايزيشن. اتفقنا مع بعض إن الحيوان المنوي بيحتوي على نصف المادة الوراثية، والبويضة بتحتوي على نصف المادة الوراثية، فلما بيحصل عملية اندماج الحيوان المنوي مع البويضة فبسميها عملية إخصاب، وبيكون الزيجوت اللي بيكون فيه المادة الوراثية الكاملة. ما اسم الخلية التي تنتج
من اندماج الحيوان المنوي مع البويضة دي السائلة دلوقتي تعرف باسم، تمام، ممكن اقول الزيجوت وممكن اقول عليها البويضة المخصبة. يبقى دي الإجابة. النقطة التانية، الزيجوت أو البويضة المخصبة. سؤال ثالث، كم عدد الكروموسومات في الخلية الناتجة؟ يا ترى الزيجوت ده هيبقى فيه كم كروموسوم؟ قلنا الحيوان المنوي بيحتوي على نصف المادة الوراثية، والبويضة بتحتوي على نصف المادة الوراثية، هنا N وهنا N. لما يندمجوا الاثنين مع بعضهم يبقى N plus N، يبقوا كام N؟ 2N كروموسومز. يعني المادة الوراثية كاملة، وطالما أنا بتكلم على إنسان يبقى أنا بتكلم على 46 كروموسوم. تعال ننتقل مع بعضينا على سؤال آخر. أي من الأجزاء التالية تحتوي على عضي يمد الحيوان المنوي بالطاقة اللازمة؟ الرأس، الذيل، الجسم الضمي، القطع الوسطى. في جزء أو قطع من الأربع أجزاء ديت تعمل على إمداد الحيوان المنوي بالطاقة اللازمة، افتكر هي مين؟ فكر. الإجابة الصحيحة هتبقى تمام، القطعة الوسطى. يبقى القطعة الوسطى هي اللي بتحتوي على الميتوكوندريا عشان تمد الحيوان المنوي بالطاقة اللازمة. سؤال كمان، قارن بين الحيوان المنوي والبويضة من حيث التالي: الحجم، الشكل، الحركة. ادي الحيوان المنوي وادي البويضة، مقارنة ما بينهم من حيث الحجم، الحيوان المنوي صغير جدا لا يرى بالعين، أما البويضة كبيرة نسبيا. الشكل، الحيوان المنوي فعلا هو خطي أو كروي. الحركة، الحيوان المنوي متحرك، البويضة غير متحرك. سؤال كمان، اذكر نوع التباين في كل من التالي: حجم القدم في الإنسان، يا ترى هو تباين مستمر ولا تباين غير مستمر؟ الإجابة تباين مستمر. نقطة تانية، شكل البذور في النباتات، يا ترى هو تباين مستمر ولا تباين غير مستمر؟ تباين غير مستمر، لأن اتفقنا أن البذور لها شكلين، الشكل الأملس والشكل المجعد. السؤال الثالث، لون العين في الإنسان، لون العين بيكون فيه درجات كتيرة متفاوتة، فبالتالي أقول عليه تباين مستمر. أخيرا السؤال رقم 4، فصائل الدم في الإنسان هي بتكون فصائل محددة، وبالتالي يبقى التباين تباين غير مستمر. إجابة صحيحة. وبكده أعزائي طلبة الصف العاشر نكون وصلنا لنهاية مراجعة الجزء الرابع، هو آخر جزء من المراجعة بتاعتنا للاختبارات منتصف فصل الدراسي الثاني. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح، مع تحيات قسم الأحياء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.